السلام عليكم، معكم علي، أهلا وسهلا بكم درس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الدروس المهمة في اللغة الإنجليزية. العديد من دارسي أو متحدثي اللغة الإنجليزية يخطئون في اختيار الضمير المناسب. نتكلم في هذا الفيديو عن Subject Pronouns Object Pronouns، ضمائر بحالة الفاعل وضمائر بحالة المفعول به، كيف تستخدم في الجملة وأين يقع مكانها في الجملة، ونأخذ العديد من الأمثلة في هذا الفيديو. تابع معي لنهاية الفيديو لأن هناك الكثير من المعلومات المهمة جدا في اللغة الإنجليزية يجب الانتباه إليها. بشكل سريع نستذكرهم مع بعض، تكلمنا بشكل مفصل عنهم فيديوهات سابقة، الحب يرجع عليهم. موجودة الضمائر بحالة Subject بحالة Object على القناة بشكل مفصل، شرحها بالعربي وهكذا ومعانيها. Subject Object يعني Personal Pronouns، الضمائر الشخصية ما يكون بحالة الفاعل أو مفعول به. بحالة الفاعل يا ما يكون Singular مفرد، يا ما يكون Plural جمع. Singular يا ما يكون I You He She It. بحالة Plural الجمع We You They. لاحظ يو بالمفرد وبالجمع، لأنه نعرف يو أنت وأنت، ويو أنتم أنتما أنتن، يعني المفرد وجمع هي نفسها يو. بحالة المفعول به عندنا مي يعني I me، يو هم her it، us you them. إذا حولنا من حالة الفاعل لحالة المفعول به، كما قلنا موجود شرح مفصل لها. أيضا يو كما قلنا مفرد ويو جمع. كيف أستخدم هذه الضمائر في الجملة الإنجليزية بشكل صحيح؟ أي ضمير اللي أختاره لأستخدمه أثناء الحديث أو أثناء الكتابة؟ إذن choosing pronouns اختيار الضمائر بشكل صحيح، نبدأ مع subject pronoun الضمير بحالة الفاعل. يما يكون عندنا subject حالة فاعل في بداية الجملة، أو نسميه predicate nominative، إذن يكون بحالة اسمية يعني بعد أفعال الكون أو أفعال الوصل. لاحظ He speaks English. هو يتكلم الإنجليزية. لا نقول not him يعني ليس him، لا نقول him speaks English، إذا نستخدم he بحالة الفاعل، إذا هذا subject يكون قبل الفعل. إذا كان عندنا في الجملة linking verb مثل عندنا am is are، الماضي منهم was were، أو عندنا كلمة seem يبدو appear يظهر، بعد هذه الكلمات أيضا نستخدم الضمير بحالة الفاعل نسميه predicate nominative. The students were أحمد and she. ممكن شخص يكتب her وهذا خطأ. لماذا؟ بعد were كما قلنا أفعال الكون أو seem أو appear أفعال الوصل يجب أن نستخدم الضمائر بحالة الفاعل، يعني I, he, she, it, we, you, they. The students were أحمد and she. لا نقول the students were أحمد and her، ننتبه هذا خطأ، لأن دائما بعد am, is, are, was, were, seem, appear نستخدم I, he, she, it, we, you, they، يعني ضمائر بحالة الفاعل. إذا نذكر دائما نستخدمهم في بداية الجملة بشكل صريح فاعل، أو إذا كان بعد am, is, are, was, were, seem, appear أيضا نستخدم الضمائر بحالة الفاعل ليس الضمائر بحالة المفعول به. الحالة الأولى نسميها subject، عندنا predicate nominative يعني the students were أحمد and she، كان الطلاب أحمد وهي، أحمد وهي هي هم الطلاب. ممكن نستبدلها صير أحمد and she were the students، يعني نضع أحمد and she في بداية الجملة، students بعدها. Nominative يعني يعود على الاسم حالة الفاعل. وأيضا كما قلنا ممكن أن نقلب الجملة تصبح أحمد and she were the students، لا نقول أحمد and her. ممكن شخص
بيقول انه عندنا وير معناته لازم نستخدم ضمير بحالة المفعول به، لانه بعد الفعل نستخدم ضمير بحالة المفعول به وهذا خطأ. بهذا المكان بعد كما قلنا افعال كون وسيم وابير نستخدم ضمائر بحالة الفاعل. نستبدل احمد اند شي نضعها في بداية الجملة، يعني تصبح احمد اند شي وير ذا ستودنتس، يعني احمد وهي كانوا الطلاب. ايضا choosing pronoun اختيار الضمير، عندنا ضمائر بحالة الاوبجكت object pronoun، يا اما يكون direct object يعني مفعول به مباشر يعني ياتي بعد الفعل، او object of preposition يعني مفعول به بعد حرف الجر. اذا انت بحالتين، اما يكون مفعول به مباشر الحالة الاولى، الحالة الثانية كما قلنا بعد حرف الجر، بعد in بعد from بعد to وهكذا. boy the children met the man and held him، يعني قابل الأطفال الرجل وساعدوه. لاحظ met the man قابلوا الرجل، لكي لا أكرر the man مرتين استخدمت الضمير him and held him، إذن وساعدوه. إذن him هي مفعول به مباشر بدل the man. لا أقول the children met the man and helped the man مرتين، لكي لا أكرر the man كما قلنا الضمائر تفيد عدم تكرار الاسم. met the man استخدمت الضمير him، إذا هذا فعل مباشرة جاء المفعول به نسميه direct object، direct object إذا مفعول به مباشر. الجملة الثانية the father bought the cake for us، الأب اشترى الكعكة لنا، إذن for us. لا نقول for we، هذا خطأ. بعد حرف الجر نستخدم مفعول به، إذن ضمير بحالة المفعول به وليس ضمير بحالة الفاعل. إذا لا نقول for we نستخدم for us، هذا نسميه object of preposition يعني مفعول به بعد حرف الجر. إذا بالمختصر المفعول به إما يكون مباشر أو يكون بعد حرف الجر، يعني بعد in بعد to بعد for بعد by بعد from. إذا بعد حرف الجر استخدم الضمير بحالة المفعول به، بحالة المفعول به كما قلنا me him her it us you them، إذا هي ضمائر بحالة المفعول به يا إما تكون مباشر أو بعد حرف الجر. بعد هذه الفقرة نأخذ جمل ونرى كيف اختار الضمير بشكل صحيح. لاحظ لدينا فراغين نحاول نشرح بشكل مفصل. احمد and she her studied English، يعني درس احمد وهي اللغة الانجليزية. هل نكتب she ام her؟ لاحظ الفعل studied وجاء أو جاءت هذه الضمائر قبل الفعل. احنا نعرف الجملة الإنجليزية subject verb complement، فاعل وفعل تكملة الجملة. لاحظ الفعل قبله يأتي فاعل، عندئذ نستخدم الضمائر بحالة الفاعل. إذا I he she it we you they، حالة المفعول به me him her it us you them. إذا بحالة الفاعل عندئذ نستخدم she، لا نقول her. أحمد and she studied English لأن هما الفاعل. ممكن طريقة ثانية نستخدم البين قوسين لوحدهم، يعني نحذف القبل and هذه، لا نقول her studied English، إذا يجب أن نستخدم she، نحذف الجزء الأول تصبح she studied English. لها طريقة ثانية كي أعرف. The teacher gave Ahmed and we us this book. لاحظ الفعل هو gave، أتت الضمائر بعده، بعد الفعل يعني مفعول به مباشر. لاحظ the teacher gave Ahmed and us this book، لا نقول we. أيضا ممكن نستخدمها، أيضا ممكن نحذف أحمد ونحذف
and the teacher gave us. إذا نقول gave we عند هذا تصبح أسهل. إذا نحذف and وأحمد the teacher gave us this book. وأيضا بعد الفعل يأتي الفعل كما شرحنا. إذا الفعل مفعول به يأتي فعل مفعول به مباشر. هذا اللحظة هذه الأمثلة. You and I, me, well, go on Friday. لاحظ نريد أن نستخدم I or me. Go هو الفعل. قبلها لازم يكون بحالة الفاعل. هذه بحالة الفاعل. إذا نستخدم I. You and I will go on Friday. إذا هي حالة الفاعل. Between you and I, me. إذا نختار I or me. We don't have enough money. بينك وبيني ليس لدينا نقود كافية. لاحظ between دائما بعد between استخدم ضمير بحالة المفعول به. إذا نستخدم me لا نقول I. Between you and me دائما بعد between استخدم me. We don't have enough money. لاحظ بداية الجملة لكن من نشوف between إذا نستخدم me لا نقول you and I. Between you and me. لاحظ هذه الجمل. My friends are أحمد and him he. أصدقائهم أحمد و him he. ممكن شخص يقول هذه لم تأتي بداية الجملة عندئذ نستخدم him وهذا خطأ. يجب أن نستخدم he. لماذا يا أستاذ؟ لتذكر بداية الفيديو قلنا am is are was where يعني فعل كون يأتي الضمير بحالة الفاعل. إذا نستخدم he. My friends are أحمد and he. لا نقول him. أحمد and he. أحمد وهو أو Mary and he. لاحظ My grandfather gave you and I me a lot of stories. يعني أعطاك جدي وأعطاني الكثير من القصص. لاحظ gave فعل بعد الفعل نستخدم مفعول به. إذا نستخدم me. My grandfather gave you and me. إذا هذا مفعول به مباشر. ممكن كما قلنا نحذف you نحذف and. My grandfather gave me عشان نعرف الفاعل نحذف المفعول به الآخر تكون الصورة أوضح لدينا. آخر مثال لدينا she and he يعني هذه المجموعة her and him المجموعة الثانية ضمير بحالة الفاعل بحالة المفعول به. Like the film أحب الفيلم. لاحظ فعل قبل الفعل يجب أن يأتي فاعل معناته نختار الضمير بحالة الفاعل. She and he liked the film هو هي حبوا الفيلم. لا نقول her and him liked the film ضمير بحالة المفعول به إذا ضمير بحالة الفاعل. أحمد read his stories طبعا read بحالة الماضي قراءة. إذا نريد أن يقرأ نضيف اسم فرد الغائب إذا يقرأ. كما نعلم read يقرأ الماضي read اسم مفعول read استخدمنا read عفوا استخدمنا read. أحمد read his stories to Mary and نشوف شو الإجابة. إذا قرأ أحمد قصصه لماري أو ماري. ولاحظ كما قلنا بعد حرف الجر يجب أن نستخدم مفعول به. إذا نستخدم me to Mary and me لا نقول I to Mary and me. إذا بهذا الشكل أنهينا درسنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن كيفية استخدام ضمائر بحالة الفاعل بحالة المفعول به. كما قلنا بيكون بحالة الفاعل فاعل صريح بالجملة أو يكون بعد am is are was where وعندنا seem appear نستخدم أيضا بحالة الفاعل. إذا كان عندنا مفعول به يعني يكون مفعول به مباشر يعني بعد الفعل أو يكون بعد preposition بعد أحرف الجر. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.